في قصة تانية، واحد رجل دين كان من مجمع السنهدريم، وهذا أعلى مجلس تشريعي اللي بيقوم في كل المداولات والأمور الدينية في القدس، يعني التشريع اليهودي، اسمه نيقوديموس. هذا كان معلم لليهود وكان فريسي من الدرجة الأولى، حافظ الشريعة، حافظ الناموس أيضا، ولكن تغيرت حياته بنعمة الله. منشوف عند الصليب هو يحضر الحنوط، حوالي 35 كيلو جرام من الحنوط، وببليكلي علنا جهرية أمام الناس يكفن جسد المسيح، أي أنه شهد لربوبية يسوع المسيح.